مساء الخير حبايب قلبي واهلي وناسي وحبايبي، ربنا يخليكوا ليا. ومساء الفل ومساء العسل عليكم حبايب قلبي، انتوا اهلي وناسي. بص حبايب قلبي، انا دلوقتي انا روتين جديد واول مره اطلع اعمله، وقولوا لي رايكم ايه بعد ما اخلص الفيديو دوت، وقولوا لي اعمل ايه، حلو ولا وحش. بص حبايب قلبي، دلوقتي انا طلعت في اوضه البنات ارتبها ونضفها وغير الملايات كده، وقلت اللي هم خرجوا عشان خاطر يروح لعمتهم وعمامهم ويقعدوا ببيت العيلة. اتصلوا بيهم وقالوا لهم تعالوا اقعدوا معانا، راح يقعدوا كده مع بعض عشان هم بيتعودين يقعدوا يوم في الاسبوع مع بعض كلهم. طبعا قالت لي تعالي معايا، قلت لها لا يا منى انت وميار روح مع بعض عشان انا مش ليا مزاج اروح النهارده، يعني انتوا روحوا اتبسطوا كده وقعدوا مع بعض، يعني هما بيحبوا يضحكوا ويهزروا مع بعض ويبقى يوم كده عسل، وعمتهم زي العسل هناك وبيحبوا الضحك وربنا يخليهم ليهم يا رب. وعمتهم دايما دهب ورحاب، دايما يعني حنينين وكويسين معانا واحنا بنحبهم جدا. كان عمامهم كلهم طيبين وربنا يخليهم لينا اهلنا وناسنا، دولت حبايب قلبي يعني هم دولت اللي بقيا لهم عمامهم وعماتهم وخالاتهم، ربنا يخليهم ليهم يا رب. صله الرحم دايما تفضل بينا. طبعا النهارده هنعمل الروتين بتاع اوضه البنات، هرتبها ونغير الملايات، احنا دايما نغير الملايات دي يومين في الاسبوع، وهنمسك الاوضه كده ننظفها، يعني نظافة مش عميقة قوي بس هي نظافة يعني حلوة، عشان النهاردة الخميس هننظف الأوضة اتنين وخميس عشان خاطر صلاة الجمعة ما بتيجي علينا، بتبقى ايه الشقة بتبقى نظيفة اخر النهار بنرتبها، وصبع علينا الجمعة بتبقى ايه ريحتها حلوة ونظيفة طبعا عشان الملايكة تخش البيت. بص حبايب قلبي، انا دلوقتي قلت ايه اسلي وقتي وقعد هننظف الأوضة وارتبها وغير الملايات واوريكم دلوقتي. طبعا الاوضه انا قلت اغير الملايات كده وارتبها واغير الفرش، عشان الفرش لما بيقعد يعرق اكتر من 3 ايام بيبقى ريحته معرقه كده وشكلها وحش وريحتها وحشه، لا دايما نغسلها ودايما ننظفها دايما على طول اوضه الاطفال، عشان في الحر الملايات دايما بتتحب ايه تغيروها، ما نحبش ايه في ناس تحطها اسبوع اسبوعين. طبعا الاوضه لما بتتحط الملايه كتير على السرير وتعرق بيناموا عليها كذا يوم بتبقى ريحتها مش حلوه، احنا عايزين دايما الاوضه تبقى ريحتها حلوه كده ودايما الاوضه تبقى نظيفه. بص حبايب قلبي، انا دلوقتي هفرش السرير الاولاني وارتبه، وانا صورت النهارده فرحانه بالتصوير اللي انا طلعته اول مره اطلع ارتب الاوضه قدامكم، وعايزاكم تقولوا لي يا حبايب قلبي في التعليقات دعوه حلوه كده على المجهود اللي انا عملته والتعب اللي انا عملته ده، ربنا يخليكم ليا انتوا اهلي وناسي وصحابي. ونفسي اعمل اي حاجه اقول لكم عليها، واي حاجه انا بعملها نفسي احكيها لكم واقول لكم انا بعمل ايه، والروتين دايما بتاعي يوم بيوم كده معاكم. وعايزاكم دايما تسالوني اعمل ايه، ولا ارتب الاوضه كده حلوه ولا وحشه، ولا ارتبها يعني ازاي، ولا حلوه كده، ولا انا مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. ترتيب بتاعي على قدي الحمد لله، انا برتب الاوضه على قد ما بقدر وانضفها على قد ما نقدر كده مع بعض، لا انا لا ارتبها لا منا بترتبها، عندي ربنا يخليها ليا وهي وميار، دايما هما اللي دايما اللي بيرتبوا الاوضه وينضفوها، انا بطلع كده بساعدهم وبوجههم اعمل ايه واسوي ايه في الاوضه واقول لهم تعملوا كذا. بص حبايب قلبي، انا عامله كسوه كده على المخده، كسوه كده بيضة فوق الكسوه بتاعتها المتنجده بسوسته عشان بخلعها واغسلها بدل ما اللي تحت تتوسخ وتتنضف وما تعرفوش تغسلوها، لا انا عامله كسوه فوق الكسوه بتاعتها بصوصته كده، اروح ملبسه كيس المخده، اقلع كيس المخده يبقى الفرش ايه اللي تحتيها نظيفه ما تبقاش معرقه، حتى لو اتعرقت ولا اتوسخت بخلعها واغسلها وبعد كده ايه بفرشها اللي هي مصوصته دي. اي حاجه بتبقى بتتوسخ لازم تنضفوها دايما باستمرار عشان ما يبقاش ايه ريحتها وحشه.
بص حبيب قلبي، انا المخدة عشان متنجدة كبيرة، والمخدة بدخلها بالعافية الكيسة بتاعتها الحمد لله، يعني عرفت البسها تشجيع كلنا بقى. واول مرة اللي يشوف الفيديو بتاعنا ياريت يعمل لنا لايكات حبيب قلبي، متبخلوش عليا باللايكات ولا دعوات، في دعوة حلوة كده في التعليقات ربنا يخليكوا ليا. بصوا الأوضة لما بتترتب وتبقى شكلها حلو كده بتبقى زي العسل، يعني قولوا لي رأيكم ايه كده لما بعد ما فرشت السرير الأولاني أخش بقى السرير التاني أرتبه وأقلع الفرش. طبعا منا كانت خلع المخدة اللبني ولبست مخدة الليموني عشان كانتش لاقياها، وكانت متوسخة في الغسالة وحطها في الغسالة. المهم حبيب قلبي انا دلوقتي قلعت الفرش التاني بتاع السرير التاني ده، والكبرتاية دي انا فرشاها لميار عشان زي المفروك بتقعد تنام عليها بتقلع الملاية من على المرتبة زي ما تكون بتعوم او بتحارب ما تعرفوش بتعمل ايه حبيبتي ميار دي، وربنا يخليها ليا منا. طبعا حبيب قلبي اتخطبت والحمد لله ابن حلال وكويس، ربنا يهديه ويبارك لنا فيه يا رب. قلنا بقى ننزل نجيب لها الأجهزة، طبعا الأجهزة غالية جامد ومولعة كده، الأسعار بتاعتها مولعة، بس الحمد لله الأسعار نزلت. كانت التلاجة غالية قوي والبوتاجاز والغسالة كانوا غاليين جدا، بس الحمد لله الأسعار بتاعتهم نزلت، وهنزل أجيبهم لها ووريك كل. لو عايزين تشوفوا الغسالة والبوتاجاز والأسعار بتاعت الغسالة والبوتاجاز وأنا بجيبها ولا حاجة، بعتوا لنا في التعليقات أقول لكم الأسعار. دلوقتي حبايب قلبي أنا هطفي المروحة عشان كل ما أفرش الملاية المروحة بتطيرها عشان الجو حر. بص حبايب قلبي بقولوا لي بقى في دعوة حلوة كده بعد المجهود اللي أنا عملته ده، ربنا يخليكوا ليا يا رب. احنا طبعا اول مرة اطلع ارتب الاوضة واوريكم الروتين اللي بتاع الشقة اللي انا بعمله، انا نفسي اي حاجة بعملها اوريها لكم او احكي معاكم اللي جوايا، او نفسي اقول لكم اي حاجة تسمعوها مني وما تزهقوش مني. ربنا يخليكوا ليا يا حبايب قلبي. انا نظفت السرير كده نفضتها وفرشت الملايات وقلت ارتب كده وعلى قد ما اقدر. ربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي، وكفايه دعوه حلوه منكم كده على المجهود اللي انا عملته، الترتيب اللي انا عملته، التصوير طبعا متعب بس الحمد لله انا ببقى فرحانه وانا طالعه بصور وبتعب عشان خاطركم. انا بحبكم عشان عايزه اتكلم معاكم، واي حاجه نفسي فيها اقولها لكم، نفسي ابقى احكيها لكم كده من غير ما تزعلوا مني في اي حاجه. انا عايزاكم تدعوا لنا دعوه حلوه كده في التعليقات عشان تشجيعكم ليا، هو ده اللي بيخليني اطلع اصور وبقى فرحانه بالناس اللي بيحبوني وانا بحبهم. ربنا يخليكم ليا ودايما يفضل دايما بينا بعض كده محبه واصحاب واخواتي يا رب العالمين، ان كان جوه مصر او بره مصر اللي بيحبونا ربنا يخليهم ليا يا رب. وتشجيعكم ليا جمايل فوق راسي والله، ودعواتكم لينا ربنا يخليكم ليا يا رب. انا قلت دلوقتي ارتب الاوضه على قد ما قدرنا اهوت ورتبناها. بص حبايب قلبي دلوقتي انا هشيل السجاده وهمسح الاوضه واكنسها كده وننضفها على قد ما نقدر. دلوقتي شلنا الحاجات اللي هي ايه الملايات اللي اتوسخت عشان نغسلها، وهلبس الكيس المخده الصغير دوت، ويا رب تفضل سيرة الرحم بيننا وبين الناس كلها يا رب، اللي قاطع اخوه او اخته او عمه او عمته يصالحهم عشان ما لهمش الا هما. دايما العيال هما اللي بيتظلموا في الاخر، احنا عايزين دايما سيرة الرحم دايما تفضل ايه بيننا وبين الاهل كده، دايما الاهل تبقى تحبنا وتحب عيالنا متبقاش كرهاهم، لا ربنا يخليهم عمامهم وعماتهم دايما كويسين، ربنا يخليهم ليهم يا رب. وربنا يعني اقول يا ربنا يديهم الصحة
وعيالي طبعا عشان بيحبوهم دايما يروحوا يوم في الاسبوع، اتصلوا بهم وقولهم تعالوا اقعدوا معانا. ان كانت بنت عمها اميره ولا ايه، ورحاب عمتهم ربنا يخليهم ليهم يا رب. هي دلوقتي مسافره السعوديه، لما بتيجي كلهم بيتلموا حواليها وبيحبوها عشان عايزين يقعدوا معاها دايما باستمرار، مبيبقاش عايزين يجوا، دايما عايزين حتى يباتوا معاها من حبهم فيها. وربنا يحنن قلبها كمان وكمان على عيال اخوها وعيال اختها، وربنا يخليهم لبعض يا رب. ده قبل ما تبقى عمتهم هي امهم، وربنا يخليها ليهم. طبعا عمتهم من كانت عمامهم وعمتهم دهب ورحاب، وعمامهم مصطفى ومحمد ربنا يخليهم ليهم يا رب، ويشفي الشيخ مذكور عمهم الكبير تعبان، وادعوا له ربنا يشفيه ويشيل عنه، عشان هو دلوقتي في الرعايه، ربنا يشيل عنه يا رب ويطلع لنا بالسلامه. حبايب قلبي ادعوا لنا كده في التعليقات اللي ربنا يشفيه ويشيل عنه ويطلع كده بالسلامه يا رب. بص حبايب قلبي، انا رتبت كده الاوضه ومسحت التسريحه وديت ازازه الزيت، انا فضيتها في ازازه البخاخه كده عشان ما تتدلقش، تحط على القد عشان ما تحطش زيت كتير في شعرها، يا دوبك تحط حاجات بسيطه عشان هي مركبه سماعات برضو في ودنها، ما ينفعش ان انا احط لها زيت كتير معيار، وراح اكشف عليها بكره في المستشفى ان شاء الله، يعني اروح لها يوم الحد اروح اكشف عليها باذن الله، اكون في المستشفى عشان خاطر في اول اسبوع بيبقى قاعدين اكيد جمعه وسبت اجازه، ونروح يوم الحد كده ليها ونكشف عليها عشان السمع بتاعها. بص حبايب قلبي، هي ميار بتحبكم، بس هي ما عرفت اللي هي هتلعب مع اولاد عمامها وتروح تقعد مع بيت العيله، قالت لي لا اقعد انت وانا هروح اقعد انا ايه هلعب معاهم واتبسط معاهم شويه واقعد معاهم شويه وبعدين اجي. قلت لها روحي يا ميار اقعدي معاهم وانت منا مع عمامك واولاد عمامك وتبستي وتعالي، بعد ما تقعدوا ساعة ولا ساعتين تعالوا انا هتصل بيكم كل شوية. الحمد لله يعني انا بتصل بيهم ولاقيهم قاعدين مبسوطين، وعمهم بيوصلهم لاخوهم محمود لو مش مع اصحابه وبرق وفي بيت العيلة هناك بيروح جايب اخواته وجاي. الحمد لله يعني دايما المحبة بينا تفضل كده على طول يا رب. بص حبايبي، انا كنست الاوضة وفرشت الملايات ونظفتها، ربنا يخليكم ليا يا رب. ومش عارفه اقول لكم ايه في دعواتكم وتشجيعكم ليا، انا من كتر دعواتكم اللي بتدعوا عنا والدعوه الحلوه هي دي اللي بتخليني ابقى فرحانه وسعيده، وبقى عايزه اطلع اصور وبنسى التعب اللي انا بتعبه، والتصوير اللي انا بصوره عشان بياخد مجهود معايا، بس الحمد لله ببقى مبسوطه اللي انا معاكم، وببقى فرحانه والله العظيم اللي انا معاكم، وعايزه دايما افضل معاكم كده اتكلم معاكم، ما بزهقش منكم عشان انتوا حبايبي وصحابي واهلي وناسي، وربنا يخليكم ليا يا رب. انا عشان ما لناش صحاب كتير الحمد لله يعني قليل، عشان ما حدش فاضي يروح لحد خلاص، كان زمان بنروح لبعض، دلوقتي بقى العيال اتلهت بقى لهتنا، والعيشة غليت وبقى مش عارفين نخرج ونروح هنا ولا هنا، والحمد لله كفاية التليفون ونقعد نتصل ببعض ونسلم على بعض، والحمد لله اهي ماشية والحمد لله. بص حبايبي، انا دلوقتي انضف الأوضة كنستها، امسحها بقى عشان تدي ريحة حلوة كده وتبقى نظيفة، ويا دوبك مش مسحة عميقة يعني، يعني تلميع كده من على الوش عشان خاطر ايه افرش الحفظة، وامسح ورا الباب الاوضه كده انضفها برضو، عشان حتى الخمار دايما على الباب الاوضه عشان لما نيجي نصلي بناخد الخمار بنصلي بيه، كان منا ولا ميار، والحمد لله وانا بصلي بيه برضو. وقلنا دلوقتي مسحنا ونضفنا الاوضه، همسك الحفظة طبعا الجو صيف الجو حر جدا مش مستحمل اللي انا افرش سجاجيد تقيله، لا خلينا في الحاجات الخفيفة أحسن عشان تبقى سهلة في الشيل والحط والكنس، ممكن نكنسها كده تبقى المكان يبقى نظيف دايما باستمرار، والحاجة خفيفة في إيدك تعرفي تشيليها
وتحطيها على طول، ما تبقاش سجاده تقيله. بتبقى متكسلي تشيلي السجاده وتمسحي وتنضفي. لما تكون الحاجه خفيفه كده بتعرفي تشيلي وتحطي، الحاجه سهله بالنسبه لك. بص حبايب قلبي، انا دلوقتي فرشت الحافظه وهي طلعت كبيره سنه عن السرير، بدل ما اشيلها احطها تحت السرير، لا انا اتنيها سنه بسيطه اهي مش باينه، بس كده احسن عشان لما نيجي نشيلها باستمرار على طول، ما نبقاش مكسلين نشيل السرير تقيل ولا حاجه. بص حبايب انا بنزل كومودينو كده، وانزل الستاره وافردها، وما تنسوناش بالتعليقات دعوه حلوه ليا كده، ولايكات حبايب قلبي ما تستخسروش فيا، دعوه حلوه ولايكات عشان الفيديو يتشير كده، ربنا يخليكم ليا يا رب. وانا مش عارفه اقول لكم ايه من جمايلكم عليا وتشجيعكم ليا، والقناه بتكبر بيكم، ربنا يخليكم ليا يا رب العالمين يا رب. ايه رايكم كده؟ الاوضه بقت زي العسل، والله العظيم زي العسل. انا تعبت فيها والحمد لله لقيت الحاجه بقت شكلها احسن من الاول. ايه رايكم؟ قولوا لي رايكم بقى في التعليقات بعد ما فرشتها كده، والسجاده دي لايقه على الاوضه ولا لا؟ ايه رايكم؟ اقول لكم دلوقتي حبايب قلبي باي باي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.